واخزن لسانك إلا من خير، فإنك بذلك تغلب الشيطان. اخزن لسانك إلا من خير، فإنك بذلك تغلب الشيطان. يا سلام، بدك تتغلب على الشيطان، على نفسك الأمارة وعلى الشيطان أكسر. إذن احفظ لسانك أولا. آه يا أخواني، هاللسان هذا دخل سيدنا عمر على سيدنا أبي بكر، شاف سيدنا أبو بكر ماسك لسانه عم يشده بده يقلعه. سيدنا عمر أبو بكر ماسك لسانه عم يشده، سيدنا ما وقف إنه ما هذا يا خليفة رسول الله، شو هاي عم تشد لسانك؟ قال له هذا الذي أوردني الموارد، هذا هلكني، هذا الذي أوردني الموارد. إذا أبو بكر أورده الموارد، لحنا شو بده يصير فينا؟ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مرة في حياته سيدنا أبو بكر مرة سب ومرة لعن، مرة لعن عبده، سمع النبي عليه الصلاة والسلام. شو هذا يا أبو بكر؟ قال له أصدقين ولعانين، أصدقين ولعانين، لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة، أصدقين ولعانين، لا ورب الكعبة. يا لطيف، معناتها إذا بدك تلعن تشلح بدلة الصديقية. فالتفت أبو بكر وقال يا رسول الله إن أعتقته يغفر الله لي؟ قال لعلك أن تنجو رأسا برأس، لا لك لا عليك. فالتفت إلى العبد فقال أنت حر لوجه الله، شان كلمة أنت حر لوجه الله ولعلك تنجو رأسا برأس، لا في إلهك ولا في عليك. لا إله إلا الله. الله يعيننا على لساننا، اضبطوا